يا إخواني في الجزائر، أنا العبد الفقير أسعد الشرعي يمني أعاهدكم الله، اسمعوها، أعاهدكم الله عهد يعني يسألني الله عليه يوم القيامة أن أكون مع الجزائر، أن أكون مع الجزائر قلبا وقالبا وبكل ما أعطاني الله من قوة وبكل ما أملك من قنوات وبكل ما أملك من صوت وبكل ما أملك من منصات وبكل ما أملك من قوة وبكل ذرة في جسمي، أن أكون مع الجزائر في حالة تعرضت لأي محاولة للتقسيم أو للتشطير أو لزعزعة وحدة الجزائر وسلام. من أنت؟ أنت شكون؟ من أنت؟ وش دخلك؟ مغربي أنت، أنت أنت مغربي، عندك الجنسية المغربية يا سعد الشرعي، عندك الجنسية المغربية؟ ما عندكش. زوجتك مغربية؟ لا. تسكن في المغرب؟ لا. وش دخلك أسعد الشرعي؟ وش دخلك؟ هذه مشكلة ما بين الجزائر والمغرب، جيران رانا متصارعين، يجي يوم إلا ويجي يوم الأيام ويتلم الشمل ويتصارعوا. انت وش دخلك في اليمن؟ مشاغل بشؤون بلدك. صرفت بالسيادة المغرب على صحرائه في سنة 1895. نعم خلاص، انا لانه انا بقي لدي خلاص، انت اوردت وثائقك، انا تعبتك معي يا دكتور سامحني. اكيد لان المعطف لان احنا في حراره، ولكن هذا الموضوع حار. اي والله حتى عندنا حراره أكيد. اذا في يعني خذ راحتك، الامور يعني عادي، انا معك بكل اريحيه. عندما اتكلم معك بكل اريحيه، ليش؟ لانني احمل فوق كتفي 37 سنة من البحث داخل الجامعة. الله. أقول جامعة ليست صحافة، الجامعة تربي أجيال، تكون أجيال، تعطي الحقيقة للأجيال. ناقشنا العديد، بثنا المغرب في العديد من المؤتمرات، لكن لا بد أن نبقى دائما ملتزمين بأدب وأخلاق الحوار لكي نبلغ المعلومة. عندما أقول معلومة معك أستاذ الشرعي، وأنت صحفي وأنت مؤثر، لا بد أن تأخذ الكلام من أفواه العلماء. نعم. ليس من أفواه السفهاء، ولذلك استضفناك يا دكتور حتى نستفيد. شكرا. واستفدنا. أنا بقي لدي الأسئلة، بس أنا أتمنى أن لا تعتبرها استفزازية، أنا أريدها. خذ راحتك، أنا معك للاستفزاز، حتى أنا سأرد بالاستفزاز، ولكن استفزاز عندي. الله يحفظك. يعني إلى الآن يعني عندكم مشكلة، يعني المجتمع الدولي ليس مجمع على أن الصحراء مغربية، يعني هناك دول رغم الوثائق الذي أنت أوردتها تاريخية وما يثبت سيادتكم، ألا أن هناك دول لا تراها كذلك وتتعامل مع البوليزاريو، الاتحاد الأفريقي له يتعامل مع البوليزاريو، كيف تفسرون هكذا؟ وكأن البوليزاريو هكذا وجد ليبقى، أم أن هناك داعم أجنبي، أم أن هناك من يغذي؟ لماذا عجزتم مع هذا الجسم الغريب؟ يا أستاذ، هل أنت تعلم على أن البوليزاريو هكذا بضاعة مزجات فقط؟ من يدعم البوليزاريو؟ إذن أخبرنا كيف نشرح لك. من يدعم البوليزاريو؟ دقيقة يا دكتور، من يدعم البوليزاريو؟ دقيقة، ما دام ستذكرنا، قل لنا كيف ولد هذا الجسم، من أين، من أي رحم جاء، ومن أي يا عمل؟ أخي، أنا أريد أن أستفزك، من يدعم البوليزاريو؟ أنا ما إذا قلنا سيقولوا أن أنت أتهم عليك. أنت لا. عليك لا, لا, لا لا تهرب من الجواب. أنا لا يهمني الطرف الآخر، أنا أقول حقيقة. إذا كانت الجزائر تدعم البوليزاريو، بالله عليك من يدعم الجزائر في معاكسة المغرب؟ هذا هو السؤال، من يدعم الجزائر لتعاكس المغرب هذه 47 سنة؟ أيوة، المؤامرة الكونية عليكم، أنت ستدخل الآن في المؤامرة الكونية والعالم يتآمر على المغرب. يا أخي اخرجوا من هذا لا 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 تقول كلمة كونية، المؤامرة واضحة. ممن؟ هذا خطاب فضفاض من جانبكم الكريم، لا أقول مؤامرة كونية، بل مؤامرة محاكة من حوض نهر الأبيض المتوسط، أقولها بكل حرية، من الإسبانيين في قبل، والمهندس الكبير، المهندس الكبير الذي ما زال يرفق سمومه حول مغربية الصحراء وهو فرنسا. لماذا؟ أنت إعلامي وتبحث عن مغربية الصحراء وتستضيف ضيوف، بالله عليك هل سمعت يوما ما جاء
جوابا شافيا من الحكومة الفرنسية على مغربية الصحراء، وهي التي أعطت الصحراء للإسبانيين. من يبعث الشقاق؟ من يشعل فتيل النيران عند الجزائريين؟ هناك أيادي خفية ليست كونية تاع البحر الفلمسان، وغادي تنزل لمارسي وغادي تشوف التعنت الفرنسي. هذا هو ديدن الفرنسيين. لا يهمني العلاقات المغربية الفرنسية، هذا تاريخ، ولكن كمؤرخ أقول الحقيقة وأدافع عن مغربيتي وأدافع عن وطني. من قال لك العديد من الدول الإفريقية تعاكس المغرب؟ وأنت تشهد معي أكثر من 26 دولة إفريقية فتحت هيئات قنصلية بالصحراء بالعيون الداخلة ماشي في الدار البيضاء. هل تتحدث عن جنوب إفريقيا؟ عود إلى الأيادي البيضاء ديال محمد الخامس وحسن الثاني على نيلسون مانديلا. أين تدربوا الثوار والمقاومين قال نيلسون مانديلا؟ من أين أتاه السلاح؟ عود إلى اليوتيوب ورن على الزر ديال المؤتمر الإفريقي ديال جنوب إفريقيا برئاسة نيلسون مانديلا، عندما وشح أمام أنظار العالم صدر ديال المبعوث المغربي سي الخطيب، ونوه بما قدمه المغرب من تضحيات وأموال. هل تتحدث عن الجزائر؟ أنا أرفض أن تقارنني بالجزائر. لماذا؟ لأنني أحمد فوق كتفي نص القرن. هم دولة مصطنعة أو دولة حديثة، كلمة دولة أقبلها. هل تقول لي دولة لا تاريخ لهم مجيد لكي يقارن مع المغرب؟ هل تعلم علاقة المغرب يعني مع فنزويلا؟ أنت الآن تؤيد. هل تعلم علاقة المغرب مع إمبراطورية روسيا كاترينا؟ هل دابا كتقول لي المغرب؟ هل تعلم على أن المغرب رغم هذه الأسطوانة ديال إحنا الأول اعترفنا باستقلال أمريكا وأعلننا الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأسرى الجزائريين وبسبب رغبة أمريكا بقنبلة مرسى طرابلس ومرسى تونس ومرسى الجزائر؟ وقفنا سدا منيعا مع السلطان سيد محمد الثالث أمام قوة وعظمة جورج واشنطن. أين لك أنت تعلم موقف إسبانيا حاليا، موقف ألمانيا؟ 10 دول اعترفت لنا بالورقة وجدية الحكم الذاتي الأوروبية، ناهيك عن الاعتراف. واش حنا عطينا الرشوة لترامب باش اعترفنا بالسيادة عندنا الصحراء؟ واش حنا جبرنا بلجيكا باش تجي عندنا اليوم وتقولنا جدية ورقة ديال الحكم الذاتي؟ هناك قلة قليلة تحركها الجزائر من تحت الطاولات، شراء الدمم. أنا لا يهمني غاز الجزائر ولا معادن جنوب إفريقيا، لأن الحقيقة انجلت، الحقيقة انجلت. واليوم أنا معك في الحديث سمعتي الخبر ديال غوتيريس على أن البوليزاريو لا يمتلك مقومات دولة، وتقول لي تعترف بها، هذا حكم أممي. كانوا مع قيس سعيد قبل يومين جالس معزز مكرم ويستقبله قيس سعيد على أنه زعيم أفريقي. قيس سعيد مسترزق هذا عن طريق الثورة التي قام بها. قيس سعيد تمكر للأيادي البيضاء ديال محمد السادس عندما تخلى عنه الجزائريين في الكوفيد 19، وعندما وقعت أحداث إرهابية وقف محمد السادس بقدميه في تونس، أعطى من ماله الخاص. كيف تفسر هذا التغير التونسي؟ نحن لا نمن على شيء. هذا هو خصال العلويين، يعطون بدون حساب. الله هو الحاسم الرقيب. طيب. قيس يربح بالجزائر. يعني هو الآن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لأن إذا فتحنا المجال سأخبرك على أن العديد من أبناء تونس الحرة عاتبوا رئيسهم على هذه الخرجة الباطلة أو هذه الرعونة المشرية، تقاضى عليها أجرا لكي يستقبل هذا تحت، اسمعني مزيان، تحت إكراه بل إجبار فرنسي لكي يعرقل. بالله عليك ماذا أو ما هو السبب الذي يلغز الجزائريين؟ ليست مغربية الصحراء. انتهينا قانونيا وأمميا هذه الذبابة الطنانة الجزائرية.
ماذا ينغص يوم وليل حكم الجزائر؟ ليس مشكل الصحراء، ليس مشكل الممر إلى المحيط الأطلسي، ينغصهم نجاحات محمد السادس في أفريقيا، نجاحات محمد السادس في العالم، نجاحات محمد السادس في التنمية. هم ينبحون وراء القافلة، وقطار التنمية أقلع وترك السلحفة الجزائرية تجر الويلات والويلات. اليوم أنت تسمع بالأمم المتحدة، هل دفعنا الأموال لكي نشري الأصوات؟ وتقول للعديد من الدول، العديد من الدول الإفريقية حقيقة كانت تركب مركب الجزائر بسبب الفقر، المجاعة، الأوباء، الجفاف، الحروب الأهلية. كانت الجزائر تدفع الأموال ملايير الدولارات وتترك شعبها يعاني ويقاسي جوع ويعاني حتى تذوق في بعض ملذات الحياة، فواكه بسيطة ممنوعة لديهم. اليوم اتضح للجميع على أننا أصحاب حق وأصحاب سيادة وأصحاب تاريخ، نحمل فوق أكتافنا دماء الشهداء الآباء والأجداد ماتوا على هذه الأرض. كيف تفرط فيها أنت يا ولدي أو يا حفيدي؟ طيب يعني ما هي يعني ما يعني مسكين قيس سعيد، يعني قسوتم عليه، أصبح أضحوكة عصره لا عند الفرنسيين ولا حتى الجزائريين ولا حتى التوانسة. طيب يا أخي ما هي مشكلته أنه جلس مع إبراهيم غالي؟ أنتم أيضا تجلسون مع إبراهيم غالي في الاتحاد الأفريقي وهو موجود في الجلسة، ما المشكلة إذن؟ هل صفحه الملك؟ يجلس معه، أخذ صورة معه؟ هل استقبله استقبال الرؤساء؟ يا أخي يجلس هو معه. انفصالي مدعوم مبتوت، هو مدخول، هو جرثومة دخيلة. اليوم العديد من الرؤساء الأفارقة يطالبون من الاتحاد الافريقي بطرد هذه الجرثومة التي كبرت وترعرعت لكن تحت احضان الجزائري فقط. طيب هل ستنجحون على الاقل في طرد هذه الجرثومة كما تسميها انت من الاتحاد الافريقي فقط؟ استاذي الكبير، استاذي القدير، نحن سننجح لاننا اصحاب حق، سنخرس ألسنة الجزائر بالقانون. نحن اذا طال هذا الزمن 47 سنة من التعنت، فالمغاربة مستعد لتحمل 747 سنة أخرى من هذا التعنت الجزائري، ولن نفرط في ثلاث مسائل: لن نفرط في الأرض، ولا نفرط في الهوية، ولا نفرط في الولاء والبيعة للسلطان مولاي محمد السادس، وكذلك مع وارث سره الأمير الجليل مولي الحسن. هذا هو صيرورة المغاربة، لن نتنازل قيد أنملة عن هذه المطالب، وتذهب الجزائر وتونس وقيس وكل من يريد أن يبرهن على أن البوليزاريو، هل البوليزاريو له قطعة أرض؟ لديه أمانات محافظة. أستاذ الكريم اسمح لي، أنا أمشي معك بعيد، يستقبله حتى الشيطان لا يهمني. طيب يستقبله حتى عزرائيل لا يهمني. طيب. أنا في أرضي، وإذا كانت هناك قوة ضاغطة فلتأتي وتخرجني من أرضي ومن بلدي. المغاربة مساعدين يموتوا على محمد السادس وعلى الصحراء. الصحراء كلها ليست بيدك، لديهم أراضي يحتلونها هذا البوليزاريو يعني. أين هي؟ أين هي الأراضي التي يحتلونها؟ هم يسمونها المناطق المحررة. لا ولكن أنت تطرح سؤال، أين هي الأراضي التي، أعطيني مثال. دراني أنا ما أحفظ ولا اسم. أستاذي الفاضل، هم يقولون أنت تعلم أين أستاذي الفاضل، أنت تعلم عندما قمنا بمناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أين كنا نقوم بالمناورات؟ أين؟ في الصحراء المغربية وبجوار الجزائر. هل تحركوا؟ هل استطاعوا أن يخرجوا من حجورهم ومن حجر الجزائر؟ هل استطاعت الجزائر بكلامها وعنتريتها الخاوية أن تظهر ولو اعتراضا؟ أين هي العيون؟ أين تقع الدخلة؟ بوشدور، طرفايا، السمارة، تافودارت، الزوب، الحلو، الفارسية، تيشلا، أين تقع؟ الجزائر تروج للأكاذيب، وللأسف الشديد عدة أقلام مأجورة تأخذ من الأموال وتلفت السموم وتدعي العديد من الترهات. الصحراء المغربية
أدعوك لكي تأتي إلى الرباط، وأذهب معك أنا كمواطن عادي، أنا لست بمسؤول، وليست لدي أي قبعة سياسية، لدي قبعة جامعية مغربية ملكية، لا أتقد عليه أي شيء، ولكن حب الوطن يسكنني، هذا ما تربيت عليه داخل أسرتي وداخل عترتي. أنا أدعوك أن تأتي إلى الرباط وأستضيفك وأنقلك في سيارتي إلى الداخلة وإلى السمارة لكي تشاهد بأم عينيك ماذا تم إنجازه. خليني من الكلام الفضفاض. لماذا؟ لأن الجزائريين أعياهم الكذب وحاولوا التدليس على العديد من الدول. اليوم كما قرأت الوثيقة اتضح الصبح لذي عينين. طيب. بورود الحقيقة منين؟ ماشي من الصحراء. طيب. من نيويورك. من نيويورك. طيب. مجلس الأمن. جميل. نعم. جميل. إن شاء الله أنت ستأتي معي في سيارتي، أنا لدي سيارة، أنا سأخذك إلى الداخلة والعيون إن شاء الله. أنا سأخصص لك من وقتي 10 أيام لكي نتجول في الصحراء يومين. شوف نعم. أستاذي فاضل، يومين أنا أقول لك غير كافية، ستنبهر، أقسم لك بالله ستنبهر بما ستراه عينيك من حقيقة تاريخية وحقيقتين ديال النهار ديال اليوم. طيب. أمي عينك من مجازات. طيب. ولك الحرية أن تسأل الصحراويين عن حياتهم وحياة أبائهم وما يعيشونه اليوم. هل أستطيع الوصول إلى تندوف عبر المغرب ولا ضروري عبر موريتانيا أو شيء؟ أنا أريد أروح إلى المخيمات. تندوف تصل لها عبر الطائرة من أجواء الجزائر، لأنهم هم بكثرة حقدهم وغدرهم أقفلوا الحدود البرية معنا. للأسف. إذا كنت تريد الذهاب إلى الجزائر فعليك من فرنسا، عشيقتهم ووالدتهم وأمهم. طيب. التي تمرر لهم تقارير لكي يعرقلوا التنمية داخل المغرب. طيب أنا أريدك أن يعني بقي سؤالين، أنا أرهقتك كثيرا. نعم تفضل. ويبدو أن عندكم حر وأنا مفكر الدنيا برد عندكم، حتى أنا جايب جاكيت يعني صوف على أساس أنه هناك إضاءة داخل منزلي. أنت تعلم على أنني بسيط. نعم. أنا أسجل حلقة من بيتي الخاص. نعم. لا أملك لا فيلا، ولكن في بيت متواضع فيه حب تاريخي وفيه إلمام بتاريخ المغرب وبتاريخ الصحراء، وأنت كما تشاهد أنا محاط عنوة بالعديد من الكتب لكي أعطيك صورة علمية أكاديمية. مرحبا بك عندي بالمغرب. الله يحفظك. طيب يعني مسألة لو أنك تضعنا بصورة مبسطة لي ولمن يشاهدك الآن يعني عن أصل العداء الجزائري للمغرب، عن الأصل يعني مسألة أنهم يحسدونكم أنكم متطورون وعندكم نماء وأن قطار التنمية انطلق والقافلة تسير وأولئك ينبحون، يعني ربما تكون سطحية هذه الإجابة، أنا أريد عمق تاريخي، ما الذي يخيف الجزائر للمغرب؟ لماذا؟ هل صحيح أنهم يتبنون مسألة الصحراء للولوج إلى معبر إلى المحيط الأطلسي أو شيء من هذا القبيل؟ أكيد لا، لأن أنا نعطيك أجوبة في عجالة. كان العاهل الملك فيصل السعودي رحمه الله في عز الأزمة بين المغرب والجزائر اقترح على الجزائريين مبلغ 10 مليار دولار لإنهاء الخلاف. كان مبلغ خيالي في الثمانينات أو آخر الثمانينات لكي ينهوا الخلاف. تعللوا له على أن خسرنا أموال طائلة، سلحنا البوليزاريو ولم نحقق، بل ذهبنا بثرواتنا. قال لهم نعطيكم أنا السعودية 10 مليار دولار مجانا لإصلاح ذات البين مع الإخوة المغاربة. رفضوا. علاش رفضوا؟ ماشي مسألة حتى ديال المرور إلى المحيط الأطلسي. حسن ثاني رحمه الله ورجع للخطاب ديالو، ما تاخذش من الكلام، رجع للخطاب الأصل. قال بفهي المغرب مستعد باش يفتح ممر بري ما بين الجنوب ديال الجزائر والمحيط الأطلسي 100 كيلومتر 100 سنة قرب مجانا بدون دفع إيتاوات أو ضريبة لنقل الغاز والنفط الجزائري إلى المحيط وتصديره. وبعد 100 عام سنتحدث عن ضريبة المرور.
كما نفعل أو يفعل العالم كامل. رفضوا. لماذا؟ عندما أقول يكرهوننا، أنت تعلم الكذوب والفسيفساء وتزيين المنكرات، ادعوا على أن وجدة ليست بمغربية جزائرية، وادعوا كذلك على أن قرشيف ماشي مغربية، وادعوا على أن فيجي ماشي مغربية، وزادوا مؤخرا وقالوا إلا كنا كنهضروا غير على فيجي، غير على فيجي. يا أستاذي الفاضل، نشرت وثيقة العمر ديالها من عام 1882 من عند السلطان مولاي الحسن الأول، وفيها عنوة وضعت خطا أحمر على كلمة العرجاء التي كانت عبارة عن محطة للقوافل التجارية مغربية، مغربية في سنة 1882، وتيجي الكراغلة وتيقول لك راها جزائرية. وحنا سمعنا حتى الأسطوانة المشروخة ديالهم السليج والفسيفساء خارج من عندنا، سمعنا على أن بإمكاننا نمحيو كما تيقولوا هما المروك، لأن بزاف علما باش يقولوا كلمة المغرب من الخريطة بساعة، وانت راك شتيها وسمعتيها. أنا غادي نقول لك واحد الحقيقة، أنا كنتخنع واحد النهار غادي يقولوا لينا إيوا محمد السادس راه ديالنا، راه العرش العلوي ديالنا، راه حسان ديالنا، راه القبر محمد الخامس ديالنا، هذا فيض من غير. نعطيك الحقيقة التاريخية، هل تعلم عندما طردوا من الجزائر ورحلت فرنسا 4000 مواطن جزائري يوميا تلقي بهم إلى العراء، من آواهم؟ من أخذ بخاطرهم؟ من أسكنهم؟ من أطعمهم؟ هو السلطان العلوي الكبير مولاي عبد الرحمن. عد إلى الكتب التي ألفت في القرن 18 والقرن 19 لتعلم الحقيقة، افتح أبواب وجدة وتطوان وفاس وسلا والرباط الجزائريين، أعطى من ماله الخاص 10,000 مثقال ذهبي، دابا راه كتساوي دي مليار غير دي مليار، وعطى الأوامر باش كل شيء يخدم وياكل، واللي عنده شي حرفة حل ليه حانوت. أين نحن من هذه الترهات؟ إذا عدنا إلى الأيادي البيضاء ديال هذا السلطان والغدر والخيانة ديال هذاك الشخص اللي كيسميه الأمير المجاهد، أش من جهاد؟ قل لي النفاق، لأنه عرض الأيادي العلوية الممدودة إليه وطمع في السلطة، أقام الثورة بالريف فتعترض له المغاربة وسحقوه، وأين هو لجأ في الأخير؟ ألم يذهب إلى نابليون ويقبل يديه ويحظى بشرف نقلته فرنسا إلى دمشق، ومات تمك في دمشق